السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة تخضر. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وجبة عشاء سهلة في التحضير، يعني كتحضر في 5 دقائق فقط، ممكن أنكم يعني تقدموها كمقبلة أو كوجبة متكاملة. فإذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تأبونا في لاشين باش توصل بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش أنكم دعموني بلايك ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاجوا لهاد الوصفة. عندي كمية من المقارونية، يعني على حسب يعني الكمية على حسب أفراد العائلة ديالكم وكذلك الشكل اللي كتفضلوه. عندي حبتين من الجزر مبشور، حبة طماطم مقطعة قطع صغيرة، والقليل من الزيتون الأخضر، الجبن الأحمر مبشور يعني وقطعتها كطريفات صغارين، ممكن انكم تستغناو عليه او تعوضوه بالجبن المثلث، يعني الخيار كيبقى لكم. عندي علبة من التونة، حبة فلفل احمر وحبة فلفل اخضر مشوية ومقطعة قطع صغيرة، حبة من الميس او الذرة، بيضة مبشورة. عندي هنايا فوط المايونيز، غادي نوضع هنايا عندي علبة من الياغورت الطبيعي، غادي نضيف معاه ملح وفلفل اسود وخل. فعلى بركة الله اول حاجة غادي نضعوها هي غادي نضعو المقارونية في يعني في الاناء باش غادي نخدمو على هاد الشكل هذا. نضيفو معاها الجزر، ممكن انكم ديروا الجزر مقطع مربعات صغيرة، فلفل كذلك الا كتقدروا يعني تاكلوا الفلفل هكا اخضر ديروا يعني اخضر يعني كاع ما تشويوه. زيتون مع الطماطم، يعني وجبة صحية وكتجي بنينة، نتمنى انكم تجربوها بطبيعة الحال، غادي تنال الاعجاب ديالكم. وكما كتلاحظوا معايا سهلة جدا في التحضير، تحضروها فقط في 10 ديال الدقائق، يعني فقط المقارونية اللي كتسلقوها على هذا الشكل هذا. غادي نضيف علبة من التونة، مصفات من الزيت، غادي نضيف كمية من الجبن، وغادي ندوز باش غادي نحضر يعني الصلصة باش غادي اللي غادي نديرو في يعني في السلطة. كما قلت لكم ياغورت طبيعي، خل، ملح وفلفل أسود، ملح فلفل أسود، يعني كتستغناو على المايونيز، ممكن أنكم ديروا مايونيز اختيار كيبقى لكم. ونسيت ما ذكرت لكم شو قليل من البقدونس كنضيفو حتى هو مع هذه الصلصة. على هذا الشكل هذا نزيد للخليل من الخل، على هذا الشكل هذا ضفت له ملعقة صغيرة من البقدونس مع قليل من زيت الزيتون. وغادي نخلط جميع المكونات.
بطبيعة الحال كتذوقوها من الملح باش كتسالي وكتخلط جيدا. على هذا الشكل هذا بعد ما خلطت جيدا. انا هنايا جبت الطبسيل ديال التقديم وضعت فيه الخس اللي غسلته على هذا الشكل هذا. كنضعو الجبن المبشور والبيض من الفوق، كتجي صراحة رائعة، كتجي بنينة بزاف. على هذا الشكل هذا خواتي، فهذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا. نتمنى انكم تجربوها وكان الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو فلاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم ونهايه الوصفه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.